عودة لحضراتكم مرة أخرى، ولسه مكملين حلقتنا من ملوك الصالات. كنت قلت لكم يوم السبت اللي فات إن عندنا مفاجأة كبيرة جدا جدا في حلقة الاثنين المقبل اللي هي النهاردة، والمفاجأة بجد عظيمة عظيمة يعني. منورني وشرفني النهاردة طبعا كارلو شوانكي المدير الفني لفريق طائرة نادي الزمالك اللي منورنا في قناة الزمالك. سعيدة جدا بتواجدك معايا النهاردة، وشكرا على تلبيتك طبعا لدعوتنا ووجودك النهاردة في القناة. شكرا جزيلا، أنا أشعر بالترحاب منذ أن قدمت إلى هنا. أنا وزوجتي نحن سعداء ونحب وجودنا في نادي الزمالك. الكل يعاملنا معاملة طيبة جدا، وتلك الروح التي نراها في الزمالك نشعر بها في داخلنا. شكرا جزيلا. في البداية أنت جاي لابس تريننج سوت ولابس لبس رياضي، وأنت بتحب عموما أنك طول الوقت تبقى لابس لبس رياضي، حابب الموضوع ده أكتر يعني؟ أحاول أن أغير من ملابسي لأنني طول الوقت أرتدي الملابس الرياضية، ولكن أنا أشعر بالراحة وأنا أرتدي هذا الزي وأريد أن أبدو جيدا أمامكم. فريق الإعداد هنا والقناة مجهزين لك تقرير حلو كده، يا رب يعجبك إن شاء الله. خلينا نشوفه وبعدين نرجع نكمل حلقتنا. وصل قبل أيام إلى قلعة نادي الزمالك المدرب البرازيلي كارلوس شوانكي، والذي تعاقدت معه إدارة نادي الزمالك من أجل إعادة فريق الكرة الطائرة إلى منصات التتويج من جديد في الموسم المقبل. ويمتلك شوانكي سيرة ذاتية مميزة كلاعب ومدرب في العديد من الدوريات وأيضا مع المنتخب البرازيلي. بدأ كارلوس شوانكي مسيرته التدريبية عام 2007 عندما تولى منصب المدرب المساعد لفريق سيميد، والذي كان يلعب له قبل الاعتزال، واستمر فيه حتى عام 2010، جمع خلالها بين لقبي الدوري والكأس في البرازيل 3 مرات، بجانب الفوز بلقب بطولة الأندية الأمريكية الجنوبية مرة واحدة. وقاد شوانكي بعدها فريق فولي إمريسويل السويسري لمدة موسم واحد، حصد خلاله لقب كأس سويسرا قبل أن يتولى القيادة الفنية لفريق الهلال السعودي، ويحصل معه على لقب الدوري ولقب بطولة الخليج قبل العودة مجددا إلى أحد أندية البرازيل من جديد. وتولى كارلوس شوانكي تدريب منتخب البحرين عام 2016 بعدما قاد فريق دار كليب البحريني، وحقق معه لقب بطولة الخليج للمرة الثانية، كما حصل معه على البطولة العربية لمدة موسمين قبل الانتقال إلى فريق الريان القطري، والذي فاز معه بكأس أمير قطر والسوبر المحلي 3 مرات والفوز بالدوري القطري مرة واحدة. بعد هذه الإنجازات عاد المدير الفني المخضرم إلى منتخب البرازيل كمدرب مساعد لمدة 5 مواسم قبل أن يقود المنتخب البرازيلي كمديرا فنيا في بطولة الأمم 2023 ليحقق العديد من الإنجازات مع راقص السامبا. ومنذ قدومه إلى نادي الزمالك وتسيطر حالة من التفاؤل على الجميع، خاصة وأن شوانكي يمتلك شخصية قوية نجحت في الاندماج سريعا مع الفريق، ويستعد فرسان الكرة الطائرة بالزمالك للدخول في معسكر مغلق سيكون آخر محطات فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي يدخله الزمالك تحت شعار لا بديل عن الفوز بكل البطولات. لسه مكملين مع حضراتكم. ايه رايك في التقرير؟ حلو؟ Amazing. I look back to my career. انظر الى مسيرتي كلاعب وكمدير فني. I love what I do. انا احب ما اعمله. Most of all, I love to win. انا احب اكثر شيء ان افوز. I came here. ولذلك اتيت الى هنا مع goals. هذه الاحصائيات وهذه الاهداف. انا اعمل منذ ان قدمت الى هنا حتى لكي أحقق أكبر إنجازات يمكن أن أحققها في نادي الزمالك، وده من حسن حظنا بالتأكيد. طيب عايزة أعرف منك، توليك قيادة الزمالك المفاوضات جت إزاي؟ خدت وقت قد إيه؟ مين اتكلم مع حضرتك؟ عايزاك تحكي لي أكتر عن توليك مهمة قيادة الزمالك، وكنت تسمع عنه من قبل كده ولا لأ؟ طبعا سمعت عن الزمالك لصديقي جو رافائيل الذي لعب هنا منذ 3 أعوام.
وأحرز بطولات مع النادي، وقال لي عن الأجواء والجماهير الزملكاوية ومدى أهمية الحصول على البطولات في الزمالك، خاصة أنني عندما تلقيت هذا العرض كنت متحمسا جدا. والحقيقة سواء الزمالك أو أنا أردنا أن نعمل معا، والحقيقة أريد أن أكتب حروف اسمي على بطولات الزمالك إن شاء الله، وده كمان أملنا الكبير. يعني أنت سمعت عن الزمالك قبل ما تيجي من جواو، جواو ده بالنسبة للزملكاوية على فكرة حاجة كبيرة جدا، لانه خدوا معايا بطولتين في الموسم اللي هو كان متواجد فيه، خدوا معاه الدوري والكاس، فهو بالنسبه للجماهير الزملكاويه قريب من قلوبهم جدا يعني. طيب خلينا نروح ل قبل ما حضرتك تيجي للزمالك، فضلت فتره بتتواصل مع وليد عبد العال، بتشوف بتساله كل يوم ايه اللي بيحصل في التدريب والبرنامج ماشي ازاي اللي حضرتك حاطه وكل الحاجات دي. عايزه حضرتك تحكي طبعا المشاهدين عن الموضوع ده، وهسالك بقى سؤال بعديها، بس خلينا نجاوب بعد ده. اوكي I was coaching Mexico national team. كنت أدرب كلاب مكسيكو، وقضيت ثلاثة أشهر ونصف في المكسيك، وكنت أتواصل مع وليد عبد العال المساعد، وكان هذا في بداية أول أغسطس. بدأنا بالتدريبات البدنية والتدريبات الفنية بالكرة، بدأنا بالحمل الخفيف، وتدريجيا نحاول أن نزيد القدرة البدنية للاعبين حتى يكون الكل على مستوى واحد. وبعد ذلك بدأنا نزيد من تدريبات التدريب بالكرة بالطرق المختلفة والأنظمة المختلفة، سواء في الضرب أو الاستقبال أو الدفاع أو الإعداد أو الهجوم. كل هذا وليد قام به في تدريبات مختلفة. وبعد أن انتهيت من الفريق المكسيكي أتيت إلى هنا لكي أتولى المهمة. صحيح، ولكن عايزة برضو يعني عايزة توضيح من حضرتك على ده. الناس مثلا اللي هم ما بقوش متواجدين والناس اللي تم اختيارهم والصفقات وما شابه، حضرتك كنت مشارك في ده؟ صحيح، أنا المدير الفني وأنا أعرف كل شيء وكل الإحصائيات والمعلومات عن الفريق. أنا اخترت اللاعبين، أخذت ديمتري من روسيا ولاعب من بولندا، وأنا سعيد بهؤلاء اللاعبين وسعيد بهذا الفريق، ولدينا طاقم عمل كامل من سواء المساعدين أو الطاقم الطبي، لدينا جهاز فني متكامل لكي يعمل مع هؤلاء اللاعبين المملوئين بالإمكانيات. صحيح. طيب حضرتك كنت طول الوقت اختيارك للراحلين واختيارك للصفقات وما شابه، طبعا الصفقات دول محترفين جايين من بره، فدول حضرتك عارفهم من الاول، ولكن الناس اللي هم رحلوا عن الفريق والناس اللي رجعوا مثلا كانوا اعاره ورجعوا او ما شابه، كل ده حضرتك شفت الفرقه كلها عن طريق الفيديو، شفت اللعيبه كلها، شفت ماتشات كامله للعيبه. شاهدت المباريات النهائية تحديدا أو المباراة الأخيرة، واخترت اللاعبين، كنت في الصورة دائما وشاهدت التفاصيل. وبالنسبة لرأيي المتواضع أقول أن لدي فريق قوي، لديه الكثير من الإمكانيات ويمكن أن يتطور بشكل كبير. بدأنا منذ 4 أيام ورأيت تحسنا، وأنا أفكر دائما بالطريقة الإيجابية. نحن نضغط في اتجاه إيجابي نحو كل ما هو صحيح. ده شيء إيجابي وجميل جدا بالتأكيد. طيب كل ده كان قبل ما حضرتك توصل القاهرة، اتكلمنا بقى عن كل ما قبل وصولك القاهرة، بعد وصولك القاهرة وتوليك المهمة في أول تدريب. وأنا يمكن دخلت تدريب واتنين حضرتك كنت فيهم، وحضرتك من نوعية المدربين اللي بتشتغل بإيديها،
يعني هو ما بيعتمدش ان هو يشرف بس او يتفرج بس، لا انا خدت بالي ان حضرتك بتنزل تشتغل بايديك وبتنزل تلعب وبتشارك في التمرين بشكل كبير جدا. اول تمرينه بقى حضرتك دخلت صاله نادي الزمالك وبدات التمرين، شفت استقبال اللعيبه ازاي وكان احساس حضرتك ايه؟ شيء مدهش جدا، شعرت بترحاب كبير منذ الدقيقة الأولى التي وصلت فيها. اللاعبون لديهم ترحيب بقدومي، وأنا واحد من المديرين الفنيين الذين يحبون العمل بأيديهم، خاصة أن المساعدين يريدون أن يشاهدوني كيف أعمل ومدى حجم العمل الذي أقدمه. تدريباتي قوية من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة، لأن المباراة تتطلب هذا النوع من الزخم والقوة، وأنا على ثقة من أن اللاعبين قد فهموا ذلك بالفعل وعرفوا أن الأجواء في التدريب جيدة جدا، تجدينهم متحمسون ويتنافسون مع بعضهم البعض، وهناك نوع من التنافس الكبير لكي يكون يحتل لاعب ما مركز ما سواء في كل المراكز الستة في الملعب. الحقيقة وهناك لاعبين صغار آتون بقوة ويريدون أن يكونوا موجودين مع الفريق، خاصة أن لدينا شهر وأسبوعين حتى تبدأ البطولات. نحن نسير بطريقة جيدة جدا. اتكلمنا عن استقبال حضرتك، عن وجودك داخل النادي، عن ما قبل وصولك إلى القاهرة، ولكن خليني اتكلم برضو مع حضرتك عن اللاعبين. شفت لاعبي الزمالك ازاي في اول تمرينه؟ يعني انت كنت متوقع انهم ده طبيعي، انا وانا مدرب جاي من بره ممكن ابقى داخل شايف انه اللعيبه دي، لا انا كنت متوقع انهم اقوى من كده شويه، لا انا كنت متوقع انهم اقل من كده شويه. النظره الاولى لحضرتك في الملعب لما شفت فريق الزمالك كانوا زي ما كنت متوقع ولا اقل ولا اكتر؟ الآن أستطيع أن أرى إمكانيات كل لاعب، وكل لاعب أجد فيه تحسن. بشكل عام الفريق من الممكن أن يتحسن، مع يتحسن في الضربات الإرسالية، في الضغط، في الصد. نحن نعمل في هذا الاتجاه. أريد أن أزيد قوة الدفاع، وأريدهم أن يقاتلوا بشكل أكبر. هناك لاعبون يحبون أن يسددوا بقوة، هناك لاعبون يحبون الهجوم، هناك لاعبون يحبون الدفاع، ولكن أريد أن يكون لديهم الرغبة الدائمة في أن يلعبوا في أي مركز، ولكن الأهم أن يكون لديهم الحافز. إذا استطعت أن أزيد هذه الحوافز فإننا سنتحسن بشكل أكبر أثناء هذا الموسم بالتأكيد. طيب اللعيبة حضرتك قلت انك عرفتهم لما اتفرجت على الماتشات النهائية من البطولات او من الدورات المجمعة في الموسم اللي فات. طيب شفت ان ايه اسباب خسارة الزمالك من وجهة نظرك؟ hard to say but لا اعرف كيف اقولها، ولكن لم أشاهد كيمياء تناغم داخل الفريق. كرة الطائرة الحديثة هي السرعة، الحقيقة لا توجد إرسال قوي، سأغير ذلك، سيكون هناك سرعة أكبر، يكون هناك قوة أكبر، سنعمل بشكل أقوى في الجانب البدني لنكون أفضل في الملعب.
ومناسبة الكلام على الجانب البدني خليني اخد من كلام حضرتك، حضرتك جيت لهم في اول او منتصف تسعة يعني، فحضرتك شايف ان هم بدنيا من اول تمانية هم بادئين، بدنيا شايف انهم وصلوا للمستوى المطلوب منهم خلال الشهر ونص؟ أعتقد أن نعم وصلوا لمرحلة ما، ومع بداية هناك بعض اللاعبين مع بداية الموسم أو مع بداية فترة الإعداد بعضهم أتى من فرق أخرى، بعضهم أتى من المنتخب الوطني، بعضهم أتى من أجازة، بعضهم انضم، ولكن كريم المعد البدني استطاع أن يجعل الكل في مستوى بدني واحد. هذا المستوى الذي أريده عندما أصل ووجدته. يعني يمكن كان معنا خبر في بداية الحلقة أن حضرتك قلت أنك مش عايز تلعب مباريات ودية غير من أول أكتوبر. طيب شايف أنه ليه ما نبدأش نلعب من دلوقتي؟ ليه نلعب من أول أكتوبر مثلا؟ I need to put the team in my style. أريد أن أضع الفريق في أسلوبي أو أجعل الفريق يلعب بأسلوبي، إلى أريدهم أن يلعبوا بالطريقة التي أريدها، وهذا سيستلزم ذلك المعسكر المغلق. وسألتهم إذا كانت لدي أنا إذا كان هناك معسكر، هل هذا المعسكر سيتوفر له كل المعدات والأدوات الموجودة في نادي الزمالك؟ إذا انتقلنا إلى إلى معسكر في مكان آخر، أريد أن أبقى في نادي الزمالك لأن المعدات متوفرة وكل الإمكانيات، وأوفر الأموال ونركز على التدريب فقط. وسألت إدارة النادي لكي نذهب إلى مكان خارج مصر لكي نلعب مباريات ودية ولكي نبدأ هذا الموسم بقوة. سنلعب مباريات ودية هنا ولكن أنا أحتاج لبعض الوقت لكي أعد اللاعبين. أكيد المفروض ان خلاص يعني الدوري تقريبا لو تفكروني يا شباب في اول 11 او حاجه زي كده، 2/11 تقريبا اول مباراه، بيقولوا انه اول مباراه هي مش مباراه سهله يعني، يعني بيقولوا ان المباراه امام بتروجيت، طبعا انا بشوف الزمالك في حته مختلفه يعني، ولكن هم بيقولوا ان اول مباراه امام بتروجيت هي هتبقى مباراه يعني تعتبر نقطة انطلاق. هل حضرتك بتستعد لده من دلوقتي ولا حضرتك بتستعد لكل الدوري بشكل عام، مش بتستعد المباراة بعينها يعني؟ I heard this first match to be really tricky because أعرف دائما أن المباراة الأولى دائما مخادع لأن هناك بعض اللاعبين من الزمالك ذهبوا إلى بتروجيت، ستكون مباراة صعبة خاصة المباراة الأولى في أي بطولة، هذا يأتي بشدة أعصاب وقوة، ربما اللاعبون لا يشعرون بالراحة النفسية، ليسوا في مستواهم البدني بنسبة 100%، ولكن أنا سأعد الفريق منذ اليوم الأول حتى آخر يوم في البطولات لكي يلعبوا بنفس المستوى بل أفضل من ذلك. كانوا بياخدوا أجازة تلات وجمعة، حضرتك لغيت التلات وخليتها تقريبا الجمعة بس، ليه؟ لأنني أريد أن يكون هناك وقت للتدريب. اليوم تحدثت مع اللاعبين وبدأ أنهم متعبون جدا لأنهم أدوا تدريبين في يوم واحد وأنهوا التدريبات البدنية، وكنت أصرخ فيهم وأقول يلا يا شباب، ولكن هو نفس الأمر في المباراة. في بعض الأحيان نستيقظ في يوم المباراة ولا نشعر بأننا على ما يرام، ولكن علينا أن نلعب، لا يمكن أن نستسلم أبدا. الأهم هو أننا لا نشعر بالضعف أبدا، لأن مكافأة التعب في التدريب هي أمامنا في البطولات. أنا مستمتعة جدا جدا بالحوار مع حضرتك، ولكن هستأذنك في بريك صغير ونرجع بعدين نكمل كلامنا.
هنروح لفاصل قصير جدا ونرجع مع حضراتكم نكمل كلامنا مع كارلوس شوانكي المدير الفني لفريق طائرة الزمالك، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين مع كارلوس شوانكي المدير الفني لفريق طائرة الزمالك. لما سمعت السلام الوطني أنت كنت مدي ظهرك للشاشة مش شايف، لما سمعت السلام الوطني للبرازيل والتقرير اللي كان عن البرازيل في الألعاب الأولمبية اتبسطت قوي ولفيت كده وانتبهت يعني الموضوع. عندما نحقق شيء حتى وأنا لاعب ونسمع النشيد الوطني البرازيلي وسواء كنا على ونحن على منصة التتويج وفي أعلى مكان ونسمع السلام الوطني البرازيلي، دائما هو شيء متميز لأننا نعمل بقوة وبشدة لكي نصل إلى هذه المرتبة والمكانة. هذا يأتي بأشياء ذات خصوصية كبيرة في ذهني، وأود أن أشاهد وأتابع جماهير الزمالك وأرى ابتسامة على وجوههم ونحن نعمل في هذا الاتجاه، لأن المهمة كبيرة لكي نسعد الجماهير. الأمر كله يتعلق بالجماهير، إذا كانت الجماهير سعيدة فهذا الشيء طيب لأنهم يشجعون الفريق في أي مكان، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لكي نكون في أفضل مكان كما كنت أفعل في البرازيل، خاصة في 2020 عندما كنا في النهاية وفزنا بالبطولة، وهذه أفضل ذكرى أحتفظ بها دائما، وأتمنى أن يحدث ذلك هنا في القاهرة في مصر مع الزمالك. أنت تأثرت، مشاعرك اتأثرت. Yes. ممكن تشرب مي. I'm emotional guy. You know, I'm strong but also emotional. أنا رجل قوي ولكنني عاطفي أيضا. Cheers. Okay. طيب خلينا نغير الموضوع خالص. ونروح. Let's go. أوكي خلينا نروح لل طبعا أنا عايزة بس أعرف منك، اتعرفت على اللاعبين خلاص وهل عندك تقييم لفريق القوام الحالي أو لقوام الفريق الحالي يعني من خلال الأربع تدريبات ولا لا أنت لسه بتفرج عليهم كلهم ولا أنت أصلا عارفهم من الأول يعني؟ I'm thinking there, you know, I'm reaching the spot I want. أنا في طريقي للوصول للنقطة التي أريد أن أصل إليها، ولكنني لا أعرفهم، أريد أن أعرفهم في المباريات، لأن في بعض الأحيان هناك سلوكيات في التدريبات تختلف عن السلوكيات في المباراة وتختلف من فترة تدريبية إلى فترة تدريبية. أنا بدأت أتعرف عليهم في الحصص التدريبية، أحاول أن أحفزهم وأزرع فيهم هذا الحماس لكي يلعبوا المباريات ويتحملوا الضغوط الحكام والجماهير والمنافس والنقطة حتى يصلوا معي إلى التقييم النهائي. وليد عبد العال وماركو الاثنين من لاعبي الزمالك السابقين ونجوم الزمالك السابقين، بالإضافة لأحمد يوسف كابتن الفريق، بالإضافة للعبة لعيب كبير لعبة بالنسبة لجماهير الزمالك هو أحمد يوسف، يعني أيقونات لأنه يوسف هو كابتن الفرقة ولعبة جه سنتين ورا بعض كانوا جايبينه من نادي الاتحاد السكندري، وجه سنتين ورا بعض جاب الدوري وكاس مع الفريق سنتين ورا بعض، فالاتنين من كبار الفرقة وفي نفس الوقت هما شخصيات جميلة جدا، بالإضافة إلى وليد عبد العال طبعا وماركو. بتشوف الأربعة إزاي؟ بيساعدوك إزاي أو بيتعاونوا معاك إزاي؟
يساعدونني كثيرا. وليد يعاونني منذ اليوم الأول. ماركو سعيد بمقابلته. اعرف وليد اللاعب ضارب رائع جدا، واعرف لعبة جيد جدا وذو ميزات استثنائية، وايضا كشخص كإنسان وكلاعب محترف. نحن لدينا فريق جيد بأسماء جيدة، نريد أن نضع هذه الأسماء في نفس الكأس حتى تخرج كيمياء موحدة أو تناغم موحد بين اللاعبين وبين الجهاز التدريبي، وأن يكون هناك أجواء جيدة تعاوننا في العمل. الأمر سيكون مختلف أنا متأكد، وأود أن أشاهد فريقي وهو يلعب أمام الجماهير بأفضل مستوياته، وأشاهد هذا التناغم موجود على أرضية الملعب. أكيد اللعيبة في كل مركز، شايف أن المراكز عندك مكتملة ولا لا في مراكز لسه مش مكتملة؟ لدي طاقم فني كامل، لدي عدد لاعبين مكتمل 16 أو 17 لاعبا، وأردت من الإدارة أن تأتي إلي بلاعبين ناشئين وصغار السن لأخلق هذا الصراع والتنافس بين الصغار والكبار، لأن ستكون هناك خبرات تنقل للصغار والشباب يبثون الحيوية في الفريق، وخاصة أن هذه أجواء استثنائية. لدينا أشرف وزياد، ستكون الأمور استثنائية كما أكيد زي ما حضرتك بتقول، في شباب، في متوسط أعمار، في كبار. الكبار زي لعبة ويوسف، متوسط الأعمار زي أشرف وزياد، الصغار طبعا زي عبد الرحمن ومروان الصافي. يعني طبعا في هنا وهنا وهنا أكتر، لكن أنا بقول يمكن الأسماء في ياسين برضو لعيب كبير جدا جدا، ففي فعلا توليفة حلوة بالتأكيد. لكن كنت حابة أسمع الكلام من حضرتك، حضرتك أدرى مننا بكتير وتفهم عننا كتير بالتأكيد. طيب الاثنين اللعيبة المحترفين اللي حضرتك اخترتهم، ايه رأيك فيهم واختيارك ليهم كان بناء على ايه؟ Well, every team needs a good opposite, strong one. كل شيء يستلزم وجود العنصر المضاد. ديمتري يأتي من روسيا، يأتي ومعه أشياء نريدها، يساعدنا، لاعب قوي وطويل وشخصية قوية ودائما مبتسم ويساعدنا، والصيفي أيضا الصافي يساعدنا. أنا أتوقع من أنا أتوقع من هذا الدم الهادئ من روسيا أن يختلط مع هذه الدماء الحارة في القاهرة لكي نخلق تناغم في هذه الأجواء التنافسية تجعلنا في شكل أفضل عندما يكون هؤلاء اللاعبين الستة في الملعب مع بعضهم البعض، يلعبون مع بعضهم يوميا. وبالنسبة للتدريبات أرى أشياء كثيرة، ولكنني أتوقع أكثر في خلال الأسابيع المقبلة وأن يكون هناك تدريبات أكثر. ماتيو يأتي بهذه الجودة في الاستقبال، وهو يلعب في الدوري البولندي وكان يلعب في كل مباراة بكفاءة 100%، لأن في بولندا لديهم هذه البطولة الرائعة، وهي كرة الطائرة هي الرياضة الأولى في بولندا. يأتي بتلك القوة في الشخصية من بولندا، يأتي بهذا إلى فريقنا ليعطي هذه اللمسة التي يحتاجها الفريق. أكيد بشكل عام أنت راضي عن اللاعبين والجهاز الفني. طيب الإدارة بتوفر لك كل حاجة بتحتاجها يعني من ساعة ما جيت أو من قبل ما تيجي، طلباتك كل الكلام ده؟ No, so far we have everything. حتى الآن لدينا كل شيء منذ أن بدأنا العمل معا ونبني الفريق معا.
ويقومون بفعل كل شيء في وسعهم. والآن وأنا هنا طلباتي بسيطة، نحتاج هذا أو ذاك، ربما جهاز أو طاولة، يأتوا لي بكل شيء وبنسبة 100% لصالح الفريق. نحن على الطريق الصحيح ونعمل بجد وبقوة، وكما ذكرت هذا أكثر من مرة، ونحن نعرف أن الإدارة موجودة معنا في التدريبات، يشاهدوننا ويتابعوننا بمنتهى الحرص. وأعتقد أن الكل هنا كان شغوفا أن يعرف كيف نعمل، وهذا الشيء يسعدني كثيرا أنني أرى أعضاء مجلس الإدارة موجودين معنا يتابعون اللاعبين ويتابعون الفريق في كل تدريب. نحن جيدين، نحن نؤدي بنسبة 100% لصالح الفريق. الجماهير لما تعاقدت مع النادي وأتممت التعاقد وبدأت تيجي القاهرة، بدأوا يتواصلوا معاك؟ دايما جماهير الزمالك مختلفة، بتقعد تدور على المدرب ده أو على المحترف ده وتوصل له وتبعت له على وسائل التواصل الاجتماعي، تبارك له على التوقيع وتدعمه. الجماهير تواصلت معاك من قبل ما تيجي ولا من بعد ما جيت ولا ما تواصلوش؟ عايزاك تحكي لي أكتر. Unfortunately, I don't have social media. لحسن الحظ انا ليس لدي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن زوجتي لديها. اجد انهم متحمسون، يسالونها هل هو قادم، هل هو ياتي، وهي تجعلني اشاهد هذا وتقول لي ان هناك الكثيرين من القاهره يتابعونني على حساباتي، ولكن انا لا احب وسائل التواصل الاجتماعي، انا احب الحياه الحقيقيه. انا تخطيت مرحلة وسائل التواصل الاجتماعي لأن الحياة الحقيقية والعالم الحقيقي يأتي إلي بأفضل من العالم الافتراضي. أود أن أشاهد الجماهير في التدريبات وفي المباريات، وهنا نتبادل المحبة. شيء جميل، بس هما لما ما وصلوا لكش وصلوا لزوجتك، بدأوا يتواصلوا معاها، يعني ده شيء جميل. جماهير الزمالك بجد ما بتغلبش وبتحب توصل دايما دعمها وشغفها تجاه أي حد قادم إلى نادي الزمالك بالتأكيد. ولكن برضه فكرة انك مش بتحب وسائل التواصل الاجتماعي ده برضه حياة اكيد مريحة جدا، يعني اكيد اكيد. طيب تدريبك للدوريات العربية فرق معاك؟ يعني انت تقريبا دربت في الدوري القطري ودوري ايه كمان؟ أول تجربة في الشرق الأوسط كانت في المملكة العربية السعودية، كنت أدرب الهلال لموسمين، ثم انتقلت إلى البحرين ودربت نادي دارك ليب لموسمين، وأنا هناك دربت المنتخب الوطني البحريني، وأتيت إلى القاهرة هنا عام 2016 في نهاية عام 2016، ووصلنا نهائي البطولة العربية أمام مصر، وكان شيء عظيم بالنسبة لنا. خسرنا أمام الفريق المصري، كانوا أفضل في ذلك الوقت. وبعدها قضيت 6 أعوام في قطر، الريان ونادي قطر، ثم انتقلت للبرازيل موسمين، والآن أنا في الزمالك. أنا سعيد جدا بهذا. طبعا التدريب للدوريات العربية ده مخلي تدريبك بيختلف طبعا كل الدوريات العربية أكيد عن الدوري المصري، وكل دوري بيختلف عن الآخر يعني، ولكن تدريبك للدوريات العربية أكيد مسهل عليك المهمة في تدريبك للزمالك يعني. Yes. Yes, I got used to هذا صحيح. أنا اعتدت على أن أكون موجود في منطقة الشرق الأوسط وأدرب فرق عربية، أنا اعتدت على الأجواء العربية وتعلمت كلمات عربية، وحتى وأنا أدرب أعد الأرقام بالعربي، وأيضا عندما أحفز اللاعبين وأحفزهم باللغة العربية. هناك بعض الكلمات لا يمكن أن أدخل حوار باللغة العربية، ولكن أنا أتعلم كلمة من هنا وكلمة من هناك، وأحاول أن أحسن من مفرداتي. أكيد هنتكلم عن الكلمات العربية دي، مش هنقدر نسيبها أبدا يعني، لكن قولي
انطباعك ايه عن مصر؟ انت واضح كده انك مش اول مره تزور مصر، انت جيت مع المنتخب البحريني صح كده، دي مش اول مره انك تزور مصر. انطباعك ايه عن مصر؟ يعني الاجواء عامله ازاي؟ الاكل عامل ازاي؟ قبل ما نتكلم بقى على الكلمات اللي انت هتقولها لي يعني، لكن انطباعك عن الاجواء في مصر، الجو، المناخ، الشارع، الناس، الاكل، كلمني اكتر عن الحاجات دي. Well, first time I was here. أول مرة كنت هنا. First impression and chaotic transit. الانطباع كان الانطباع الأول كان عن المرور، كان صعبا بعض الشيء، وكنا نتحرك كثيرا وكنا نشاهد حركة السيارات صعبة. أما الناس مرحبين جدا ودودين جدا، يريدون أن يتواصلوا مع الشخص ويعرفون من أين أنا، وإذا كنت أريد شيئا أو يخدمونني بأي طريقة أو يطلبوا مني أن يخرجوا معي أو يطلبون مني أن نتناول الطعام معا. بالنسبة لي هذا شيء رائع جدا وشيء يبعث على السرور، أن بمجرد قضاء دقائق في النادي أحيط بي بكل الود والمحبة. والآن أنا مستمر هنا لمدة 8 أشهر، وهذا عقدي، وكنت أتمنى أن أقضي وقتا أكثر بعد أن أحقق شيء. أنا وزوجتي نشعر بسعادة ونريد أن نعطي للزمالك ولجماهير الزمالك. طيب اكلت اكل مصري ولا لسه؟ Not yet. ليس بعد. بالفعل خرجت لقضاء بعض الوقت، ولكن اخشى تجربه اشياء، ولكن في يوم ما ساجرب. سأجرب الإفطار أولا لأنهم قالوا لي أنه رائع. جربت ربما شيء في الفندق ولكن لا أتذكر اسم الطعام، ولكن عندما كنت في الخليج والأماكن كان الطعام هناك رائع جدا. لا والأكل عندنا أحلى كمان بكتير، لو جربت الفول والطعمية والكشري والمحشي والملوخية تنبسط قوي يعني. أكيد هتجرب خلال الأيام اللي جاية كل الأكل ده. واسأل ماريو، انا دايما اقول لهم اسالوا ماريو. ماريو اللي هو مدرب الاحمال المتواجد مع فرق الصالات ومتواجد مع كره القدم، هو كرواتي. ماريو بياكل كشري طول الوقت، فاسالوا عن انطباعه عن الكشري وهتنبسط جدا. طيب انا عايزه اعرف منك، باقي لي معاك سؤالين بس سريعا جدا عشان وقتنا. الاول انت قلت لي ان انت مهتم جدا انك تحضر المباراه اللي هي يوم الجمعة المقبلة ما بين توباتي البرازيلي والزمالك المصري في كأس العالم للأندية أو سوبر جلوب لكرة اليد، وقلت لي أنا أكيد بحب البرازيل ومتحمس ولكن هدعم الزمالك في المباراة دي، صح؟ كنت أتحدث مع فرناندو مدرب كرة اليد، وقال لي أننا سنلعب أمام توباتي وفي كان هذه أول مباراة في السوبر جلوب، وقلت له أنني أريد أن أكون موجود حتى أحيي اللاعبين البرازيليين وأسلم عليهم، وبالتأكيد سأشجع فريقي الزمالك أكيد، وهذا المكان هو ما فيه قلبي وأنا أرتدي قميص الزمالك. كمان انت كلمتني انك عارف ومتابع ان في مباراه بين الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي لكره القدم. ايه انطباعك على المباراه اللي اكيد شغله كل الزمالكاويه وشغل مصر كلها، الزمالكاويه والاهلاويه بالتاكيد؟ واو، اي اكسبكت الزمالك وينز. انا اتوقع فوز الزمالك يا رب. في الرياض في الرياض فوز الزمالك مؤكد، وسيعودون بهذه الكأس لنا وليبدأوا المباراة بداية صحيحة، وهذا سيكون شيء طيب جدا. النصر على الأهلي في الرياض سيكون شيء طيب. You like football? Yes, I like it. I like it. أحب كرة القدم. I come from the country. أنا جئت من
دولة كرة القدم ذات التاريخ الكبير وأحد كبار الدول بالتأكيد. حاولت وأنا صغيرا ألعب كرة القدم ولكنني كنت طويلا وجسدي كبيرا ولكن أخذوني من كرة القدم. إحنا طوال، إحنا الطوال في ألعاب ما ينفعش نلعبها عشان إحنا طوال قوي، فتمام خلينا مقتنعين بده ومؤمنين بيه. طب أخيرا بقى عشان أنا عديت الوقت كمان، إيه الكلمات العربي اللي اتعلمتها؟ وأنا لسه معلمك واحدة قبل الهواء على فكرة. أنا أتكلم شوية عربية. أنت تتكلم شوية عربية؟ السلام عليكم، ما سلامة، ما في مشكلة، مشكلة. I know the numbers, all the numbers. أعرف so كل الأرقام، كل التدريبات، أعد الأرقام باللغة العربية. السلام عليكم. وعليكم السلام. Every time I try to increase one word. أحاول دائما أن أزيد حصيلتي من المفردات العربية. وأنا قلت لك كلمة قبل الهوى، إزاي مش فاكرها؟ Yes. هفكرك، أقول لك أفكرك؟ Yeah. كله فل. كله فل. كل فل. أنا حقيقي سعيدة جدا. شكرا. أنا حقيقي سعيدة جدا تواجدك معايا النهاردة، شرفتنا ونورتنا. الحلقة اللي جاية لما تكون متواجد معايا يكون معاك التيم بتاعك كله، وإحنا فايزين بأول بطولة إن شاء الله. Thank you so much and we will be winning this. شكرا جزيلا على هذا الاستقبال، وسعدت جدا بهذا اللقاء. أنا سعيد بانضمامي لفريق الزمالك، وأنا لدي توقعات بأن آتي بأشياء جيدة للفريق والجماهير. إن شاء الله كله هيبقى فل. إن شاء الله. إن شاء الله. ودي كانت حلقتنا من ملوك الصلاة. أشوف حضراتكم إن شاء الله وحلقة جديدة في نفس الميعاد. سلام عليكم.